مساء الخير. مرحب بكم في عرض فيلم النحت في الزمن ناجي شاكر، اخراج يوسف ناصر وانتاج شركه ريد ستار للانتاج والتوزيع. وبيسرنا ان يكون معانا النهارده مخرج الفيلم يوسف ناصر والفنانه البصريه التشكيليه هبه حلمي. والحقيقه يعني قبل ما نبدا نسمعهم في الكلام، انا احب اتكلم عن حاجتين اثرهم ناجي شاكر في ذهني بقوه. كنت دايما من زمان احنا بنسمع كلمه الرياده او الرائد. المفهوم ده ما كانش عندي مستقر، يعني كان مذبذب كده، مش استقرار. يعني مثلا ايه اين صلاح ابو سيف رائد السينما الواقعيه؟ حرك معاه بيتكلم. بعدين ما اكتشف كمال سليم وايد. تمام. فدايما فكره الرياده ما بشوفهاش، بشوف في اختلاط كده، ما بشوفهاش صافيه واضحه. الحقيقه انا من تجربتي وعلاقتي بالدكتور ناجي شاكر الله يرحمه فهمت معنى كلمه الرياده بشكل لانه بشكل سريع. احنا طبعا عشان وقتنا ضيق هتكلم، بحاول من بسرعه يعني علشان نسمع هبة ويوسف وبعدين كمان نسمعك ولو حبيت وحبيت نتكلم. الدكتور ناجي يعني فكره الرياضه اللي انا اتعلمتها منه ان انت تطرق مجال لم يطرقه احد من قبل. يعني انك تفتح باب او تفتح عالم، هذا العالم لم يكن موجودا من قبل في هذه المنطقه. وده اللي حصل لما جمال عبد الناصر الرئيس الراحل شاف سنة 58 في المعرض الصناعي الزراعي فرقة من رومانيا اسمها سندريا بتقدم مسرح عرايس، فنادى وزير الثقافة وقتها كان اسمه فتحي رضوان، استاذ فتحي رضوان، وقال له عايزين فرقة زي دي. فطبعا كوزير ورئيس جمهورية بيقول له عايزين فرقة زي دي، قال له حاضر يا فندم. بس الوزير لما لف كان بائس جدا لأنه احنا نعمل ده ازاي؟ ما عندناش امكانيه ان احنا نعمل فرقه زي دي، وده حلم الريس فلازم نحققه. فهو بيتكلم بيقول انه اتضايق كده، فصلاح جايين كان موجود في الاحتفال فقال له مالك؟ قال له الريس عايز فرقه عرايس، وانا يعني نعملها ازاي دي او منين وبتاع. فصلاح جايين فكر كده قال له بص، في ولد في سنه رابعه في فنون جميله مجنون عامل مشروع تخرجه في العرايس. زي ما هو قال في الفيلم، قالوا لي انت هتعمل مشروع في العرايس، انت مجنون ولا ايه؟ انت الاول على دفعتك. فاشتغل فعلا اللي هو عقده الاصبع ده وبتاع، فلجأ له او راحوا له او حصل اللقاء مع وزاره الثقافه. فبدأ في مصر والمنطقه العربيه، يعني من هذا اللقاء بدأ في مصر والمنطقه العربيه فكره مسرح العرايس. استبقوا خلوا المخرجه تفضل الرومانيه، وابتدى اقترح ناجي انه يعني يحصل اختبار ويتضم مجموعه، فتضم عدد اعتقد فوق ال 20، يعني منهم مثلا صلاح السقا، ومنهم عدد كبير ونجلاء اللي هي مصممه عرايس الشهيره عبد الله يرحمها، نجلاء رأفت، مجموعه كبيره جدا من الرواد الاوائل اللي بداوا. فهنا احنا دخلنا في منطقه ما كانتش موجوده قبل كده. علشان كده بقول ان هو صدر لي او يعني اداني مفهوم حقيقي عن فكره الرياده بمعناها الفعلي. يعني النقطه الثانيه برضو اللي كانت دايما بالنسبه لي يعني برضو فيها مشاكل، فكره استاذ، يعني حد يقول انا استاذي فلان الفلاني. انا على مدار عملي في الاخراج المسرحي اشتغلت مع ناس كتير جدا، او في وزاره الثقافه رؤساء قطاعات فنون تشكيليه، عمداء في فنون جميله، مصممين ازياء كبار، مهندسين ديكور كبار، اساتذه في معهد المسرح ومعهد السينما كبار كبار جدا. فافاجئ انه هذا الشخص اللي سنه مثلا في حدود السبعين يقول ناجي شاكر استاذي. فلما هو اتخرج في 59 وتعين معيد، احنا بنتكلم عن التدريس من سنه 59 لحد وفاته، بنتكلم عن اجيال كتيره جدا. خلاص ده ولا ايه؟ بنتكلم عن اجيال كتيره جدا هو استاذها يعني. فكان في ناس اساتذه بالنسبه لنا نلاقيهم هم تلامذه الدكتور ناجي،
عشان كده تعبير أستاذ الأساتذة هو تعبير لائق بي، يعني من خلال أنا وقفت على معنى الرائد ومعنى أستاذ الأساتذة. اسمحوا لي إن احنا يعني ننتهز فرصة وجود هبة حلمي معنا، لأن هي ليها تجربة طويلة في العمل مع الدكتور ناجي، والتجربة خاصة جدا يعني. الأول أعرفكم بهبة. هبة حلمي مصورة ومصممة جرافيكية وغزافة وكاتبة، تخرجت من قسم التصوير الزيتي بالفنون الجميلة جامعة حلوان 1994، عملت باستوديو ناجي شاكر من عام 92 لعام 2000، عملت كمعيدة في قسم تاريخ الفن بالفنون الجميلة في الأعوام ما بين 2001 و2006، عملت كمصممة أغلفة بعدد من دور النشر يعني. تعلمت صناعة الخزف بقرية تونس بالفيوم، و وتمارس صناعة الخزف بورشتها بفسطاط حتى الآن، وأقامت العديد من المعارض لفنون التصوير الزيتي والخط العربي والخزف في الفترة ما بين 2001 و2020، وليها مؤلفات، هي مؤلفة كتاب جوايا شهيد، فن شارع الثور، ومؤلفة رواية بنت في حقيبة. بنرحب بهبة الحقيقة، و يعني أنا دايما بقول إن احنا بنشوف في المبدع أو الفنان المنتج النهائي، بشكله النهائي، لكن ما بنشوفش اللي احنا بنطلق عليه كلمة المطبخ، يعني إيه اللي بيسبق هذا الإبداع؟ إيه الخطوات اللي فإحنا معانا هبة عاشت هذه الحالة مع الدكتور ناجي، ويهمني جدا انها تحطنا على التحضير ازاي كان بيشتغل. هي اشتغلت معاه حوالي 10 سنوات في المكتب، وبالتالي جمعهم اعمال كتير وتحضيرات كتير، فانا احنا نحب انها تحطنا في اجواء تحضير العمل، ازاي بيشتغل منين وعلاقته بيكو ايه. اولا شكرا يوسف على الفيلم، انا اول مره اشوف الفيلم وسعدت بيه جدا جدا، و طبعا الكلام عن ناجي صعب جدا، لانه زي ما شفنا كده في فيلم يعني حاجات كتير قوي. يعني اذا كان في حاجه اسمها الحظ السعيد في الدنيا، فانا غالبا حظي السعيد ان انا اشتغلت مع ناجي من اول سنه كنت طالبه في فنون جميله. كنت طالبه وقتها في قسم تصوير زيتي، ناجي في ديكور ومسرح وكذا، فناجي عمره ما درس لي في الكليه. كانت يعني كنت طالبه اخلص الكليه اروح عنده في المكتب. الجانب اللي انا هتكلم عليه اكتر هو الجانب بتاع ناجي مصمم جرافيكي، لانه ده ما ظهرش في الفيلم، والحقيقه انه ناجي نفسه كان بيتعامل معاه بخفه. انا نفسي عمري ما فهمت ليه، لان هو عمل حاجات مهمه جدا في المجال دوت في المكتب. وكده المكتب ما كانش مجرد مكان بننتج فيه البرودكت يعني، او الحاجات اللي هي تصميمات وكذا، بس كان كأنه مدرسة، كأنه مكان مفتوح لكل الناس، الطلبة بتوعه والناس المهتمين انه بيتعلموا وكده بسلاسة انسانية غير عادية. يعني اي حد مثلا اشتغل في المكتب ولو بيعمل شغله بيرجع في اي وقت، بيستعمل اي حاجة في المكتب. مكتب كان طول الوقت ناجي احسن حاجه موجوده، احسن امكانيات. اول حد دخل مثلا كمبيوتر في المكتب، انا شفت الشيفت ده اللي هو بنعمل كل حاجه بالايد، وبعد كده اتحركنا بقى وناجي يعني اذا هاوس في ناجي، او يعني كلمات كده بالنسبه لي يعني تبقى مفاتيح شخصيه ناجي، يعني هي المغامره والفضول والتجدد. هو شخص طول الوقت عابر للزمن، يعني
والدقب طبعا هو يعني ما بطلش يشتغل لاخر لحظه في حياته يعني. اللي هتكلم عليه اكتر هو فكره ناجي المعلم ده اللي هو ده كان علاقتي بيه وعلاقته بناس كتير قوي. ناجي كان من الناس اللي هي يعني بيشوف الشخص اللي هو بيتعلم معاه ده او اللي هو بينتج وات ايفر اللي هو بيعمله ويبص على ايه الحاجه اللي هي يزقك فيها اكتر يثمن الشغل وعمره ما بيتدخل او يفرض شخصيته على الشخص الطالب ده او فدي كانت حاجه يعني مميزه جدا ليه في الطريقه اللي هو بيتفاعل فيها مع الطلبه بتوعه. وفي جانب بقى انساني غير عادي يعني كانه ايه الواحد بيتاخد كده ايه شيله يعني بيسمع ناجي بيسمع بشكل غير عادي وكل واحد فاكر ان هو تقريبا ابن ناجي او بنت ناجي وبعدين لما ناجي توفى بقى كل الناس مش فاهمين ازاي هو عمل الحكايه دي مع كل البشريه. كنت امشي مع ناجي في الشارع اللي هو بالظبط كده ان هو قاعد يدرس كل السنين دي قابل ناس في الشارع اصل ده كان طالب عندي اصل ده كان طالب عندي يعني كانه ماشيين في القريه مثلا وهو يعرف الناس كلها. طبعا اتاثرت بيه جدا جزء له علاقه زي ما قلت بال الجرافيك يعني ودوت وجزء تاني له علاقه بانا يعني الرسم والافكار والكلام وازاي هو بيتيح كل حاجه يعني اللي هو انا مهتمه بالسينما فهنروح نتفرج على كذا او هيديني اي حاجه عنده بيديها وبيديها لكل الناس يعني مش انا بالذات. طبعا تجربه ملهمه جدا يعني فكره المغامره دي فكره اساسيه يعني هو هيروح يبقى في العرايس قرر انه في المشروع التخرج يبقى هو اول واحد بيعمل ده. بعدها هو ما دخل حتى فنون جميله هو زي ما بيقول في الفيلم هو ما قررش يروح يتعلم رسم هو خلاص معدي قصه الرسم وبعدين المسرح وبعدين السينما وبعدين الجرافيك وبعدين مثلا المعرض بتاع الاضاءه ده هو فعلا بيقاوم وطول الوقت كان بيقاوم فكره الاكتئاب او ان هو يقع في حته مش حلوه يعني وجزء منه يعني تكوينه والفن هو ما ينفعش يعمل غير كده. واجيال بقى أجيال يعني إذا كان في حاجة اسمها إنه الناس فعلا بتعلم هو ناجي علم يعني عدى كده في الدنيا وهو سايب أثر وأثر يعني موجود وهيفضل موجود. طيب يعني انا شفت بوسترات كتير للدكتور ناجي ولاحظت انها يعني تجريبيه جدا اكسبيرمنتال وطبيعيه وغير مالوفه. الافكار اللي كانت بتيجي وانتوا بتشتغلوا على بوسترات المهرجانات يعني فكره التجريب دي كان هو بيدفعكوا ليها ولا يعني هي متاصله جواه؟ يعني دايما بشوف البوسترات مختلفة عن اللي سائد قبلها يمكن لما اشوف حاجة بوستر غريب ذهني يروح لناجي شاكر. ففكرة تجريبيته دي يعني ومن خلال شغله معاكم يعني ممكن تكلمينا عنها. ناجي كان طول الوقت بيجرب في أي حاجة هو بيعملها يعني هو دي الدافع وهو ده الفضول يعني اللي هو برضه المفتاح التاني بتاع الشخصية. فاحنا كان بيروح المكتب بيروح الأول الكلية يجي على الظهر نتغدى نبتدي بقى ريتشول الشغل طبعا هنشتغل من الصبح. ف عنده كل الورق حواليه
كل حاجة. وده أنا بتكلمك على مرحلة الورق والمونتاج والكذا. هو بيشتغل وبيفضل طول الوقت يقرأ يعرف حاجات كتير. كان عندنا دوريات مثلا بتاعة الجرافيك, بتيجي الكتب في طول الوقت حاجة بنستقبلها سواء هو أو إحنا. ولاحظة الشغل دي يعني. وبعدين أنا مثلا فاكرة قصة إن أنا أول ما روحت خالص أنا بحكي على إن أنا طالبة وهنعمل لوجو, واللوجو مش حاجة سهلة, اللوجو حاجة بريسايز قوي ولازم الواحد يبقى مفكر فيه عايز يعمل إيه. أنا فاكرة إن إحنا قعدت مثلا بيصلح معايا اللوجو ده شهر ونص. هو ما زهقش مني على فكرتي ويفضل يصلح معايا ما زهقش. يعني أقصد إنه ده مش شغلانة جاية وهنعملها في لازم تخلص وفي حد لا, هو في بروسس, هو في ناس موجودة والناس دي لازم تطلع من المكان دوت. هي يعني متعلمة ومتأسسة وكده. برضو مع زي ما هو كان بيتكلم في الفيلم على فكرة الإمكانيات القليلة واللي بتعمل فن. هو الحياة انه ناجي انا ما رأيش قوي انه كده يعني. هو دايما لو عنده حاجة هيعمل بيها فن. بس انا شفت التطور بالظبط, انا شفت التطور بالعكس. انا رايي ان هو طول الوقت كان بيدور على الجديد وبيدور. لما دخل كمبيوتر مثلا كان ناجي ما كانش بيشتغل هو على الكمبيوتر, بس كان في حد بيشتغل فبيغرق ويجرب وعايز يجرب ويعرف ويجرب. يعني اقصد هو ده فعلا هو يعني, وده اللي خلاه واداله الامكانيه انه يفضل حياته كلها بيعمل حاجات جديده. وموجود لحد دلوقتي بدليل الفيلم. موجود وهيفضل موجود. ده هو مربي اجيال كتير. شكرك. نقل يوسف خريج اكاديميه الفنون مع العالي للسينما قسم المونتاج عام 2009, وحصل على دبلوم الموشن جرافيك. عمل بقسم المالتي ميديا بجريدة المصري اليوم في الفترة من 2011 حتى 2014, وقام بمونتاج أكثر من 3000 تقرير مصور. عمل بقسم صحافة الفيديو بجريدة الأهرام في العامين 2015 و2016. قام بإخراج ومونتاج العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية ومشروعات التخرج والإعلانات, منها أفلام بحار قديم, باب للخروج, الرأس الشعبي, فن وثقافة ده تسجيلي قصير, احتياطات غير موجودية, فساد في حضرة الإمام تسجيلي قصير 2016, نحت في الزمن ناجي شاكر 2017. حصلت أفلامه على العديد من الجوائز, منها جائزة أفضل مخرج للرواية القصير من المهرجان القومي للسينما 2009 عن فيلم باب الخروج. وحصل فيلم النحت للزمن في عام 2018 على جوائز من مهرجانات في القاهرة وباريس والجزائر, هو هيكلمنا عنها يعني. أحب يعني يوسف من جيل مختلف ويعني في مسافة كبيرة بينه وبين ناجي شاكر. أحب أعرف من يوسف الدوافع يعني وراء تفكيرك. إمتى بدأت فكرة أعمل فيلم عن ناجي شاكر؟ أو يعني ليه اتولد جواك الدافع التفكير في إنجاز فيلم عن ناجي شاكر؟ يعني أنا كنت طفل شقي جداً, وكانت الحاجة الوحيدة اللي بتخليني يعني مش بتشقى هي الليلة الكبيرة. يعني لما تشوف الليلة الكبيرة يعني كنت بغضب بتنح كده وببقى عايش في عالم تاني. يعني حاجة أشبه بالحالة اللي كانت بتيجي للناس وهي بتتفرج على العرايس بتاعت ناجي.
بس يعني حرفيا ببقى يعني عايش في حياة تانية يعني مش هنا. فمامتي كانت دايما بتشغل لي الليلة الكبيرة بحب اخلص عشان تصحى بس حلوة البداية ممكن بقى تنزل بقى يعني على حسب هي عايزة تعمل ايه هي ضامنة ان في تلت ساعة ولا نص ساعة مش بولع بس هو ده بالنسبة يعني أول ما تعرفت على ناجي كان دي أول حاجة طبعا يعني خلي الواحد حاسس إن هو يعني في حاجة مش عادية يعني الراجل ده يعني طبعا الجزء بقى اللي بدأ برضو يزيد بعد ما اقترحنا عليه فكرة الفيلم هي فكرة الغنى اللي عنده ده في المحطات شغل وفن وكده أنا بدأت أحس إنه هو متفرد فعلا يعني بيعمل حاجة في حتة لوحدها وموهبة استثنائية يعني كمان فكرة ان هو بيتعلم لغاية اخر لحظة سواء من الناس اللي بيشتغل معايا او من تلاميذه وانا قاعد بتكلم معاه وبنتناقش انا كنت بتعلم منه مش مجرد ان انا يعني بعمل فيلم عنه خلاص سواء من الديزاينز اللي هو بيعملها سواء من العرايس وازاي بشوفه بيلعب في كل تجربة من تجارب العرايس بشكل مختلف ان هو بيتطور فيها مش ثابت في مكانه خالص ويعني انا شفت مثل اعلى يعني كفنان صراحة فكل يعني دي اجزاء من ممكن اقعد اتكلم كتير في النقطة دي يعني طيب هو ظهر في الفيلم احنا بنشوف افلام تسجيلية ما فيهاش الشخص نفسه او ما فيهاش البطل اللي ممكن تكون حاجات وثائقيه دكتور ناجي قيمه كبيره ويمكن ده كان في المراحل الاخيره وانا عرفت منه انه في كتير راحوا له عشان يعملوا افلام وكان بيرفض هو وافق لك رغم انك ممكن تكون اصغر اللي طلبوا منه انه يعمل فيلم عنه في ناس كانوا معروفين ومشهورين واكبر حاولوا يعملوا فيلم ما كانش بينجز فجيل يوسف يعني اصغر واحد طلب منه يعمل فيلم عنه ووافق مش بس وافق وصور في البيت واخد مواعيد تصوير والتزم بيها وكلمنا كده بشكل سريع لان احنا قدامنا 10 دقايق وانا عاوز اسمع الصوت عن ازاي هو يعني وهو بيصور وهو بيشتغل ازاي ساعد وازاي كان متجاوب وايه ظروف التصوير معاه يعني هو كان متحمس ان انا اعمل الفيلم يعني بشكل عام هو حصل ارتياح شاف انه في حد هيعمل فيلم بشكل ما هو متخيل انها تبقى حاجه هو حد عجيبه ان هو رفض لناس يعني انا قابلت مخرجين كبار قالوا لي ده رفض يعني ما تجاوبش معانا فراح له يوسف تجاوب بس وبعدها طبعا يعني هو حصل ارتياح ما بيننا وحصل تحمس يعني منه وبدات يبقى في علاقه انسانيه يعني صداقه واستاذ طبعا فمش بس انها علاقه صداقه بس يعني كنت بتعلم منه في المراحل بتاعت الفيلم وازاي هو بيرشدني لكل خطوه يعني ما كانش بس انه طيب اعمل ومش عارف ايه يعني كان بيعمل ده حتى من غير ما يتكلم يعني ديك ثقه في انك واحده واحده تخش في الخطوه اللي بعدها في الفيلم بس فبدات اتكلمت معاه على فكره السيناريو وبعتها له وكان عنده تعليقات على السيناريو في حاجات ما كانش حاببها طبعا
عدلنا فيها واتفقنا على المحطات اللي هتطلع في الفيلم يعني. وبس كان متعاون في التصوير متعاون جدا، وكان بيصور وهو مبسوط وهو يعني حابب الكاميرا وحابب. طب يوسف سريعا الجوائز اللي خدها الفيلم. هم ثلاث جوائز، جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان السينما العربية في باريس معهد العالم العربي، كان مناصفة مع فيلم فلسطيني، وتنويه خاص في مهرجان وهران الدولي بالجزائر، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي عمل أول في المهرجان القومي للسينما. ومعهد العالم العربي في باريس اقتنع بالفيلم يعني. اشترى الفيلم وخد حق العرض. OSN كمان اشترت حقوق العرض. OSN كمان طيب. يعني انا كان نفسي حواري يبقى اكتر، بس للاسف احنا مربوطين بوقت ومعانا ناس يعني نحب نسمع رايهم. يعني طبعا برحب بالناقد الكبير استاذ محمد الروبي والفنان القدير استاذ احمد كمان وكل الحاضرين، ونحب يعني قدامنا وقت ضيق جدا، فإذا كان حبي حد يحب يتفضل. استاذ محمد الروبي. حبيبي بسرعة كده، أنا مبسوط قوي من فيلمك قوي 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 يعني. وعادة بيبقى علاقتي بأفلام حد أعرفه بتبقى حساسة شوية يعني، ببقى بخاف جدا كده، بس المرة دي أنا جاي مطمن قوي لأن أنا شفت فيلم قبل كده بيني وبين نفسي يعني. فجاي بتعامل مع فيلم لحد اعرفه صحيح، بس كمان اقدر اقول بضمير مستريح انه ده مخرج قادم وبقوه، وفي هذا المجال تحديدا اللي احنا بنفتقد فيه كتير الحقيقه يعني. ما حدش بقى مهتم قوي بالسينما التسجيليه والتوثيقيه. انك كمان اللي حببني في الفيلم ان انا حاسس ان في ستايل، في حالة خاصة بالفيلم يعني، في حاجة كده شبه نجي من ناحية فيلم ككل يعني، بسيط جدا بس كمان عميق جدا. وأعتقد ناجي كده يعني، شبه ناجي طبعا، شبه ده الأساس يعني، مش مقلد حد. عادتك أو زي ما أنت قلت يعني حوارك مع ناجي حوالين الفيلم وانه في حاجات وافق عليها وما وافقش عليها، طبعا حق جدا، انا في الاخر هي صورته اللي هتظهر على الشاشه. لكن اعتقد استفادتك من ناجي مش بس في صنع الفيلم لكن كمان في حياتك العمليه، ده المكسب الاساسي اللي انا بحسدك عليه. لما يعني كنت اتمنى الشخصيات دي ان الواحد يتعلم على قدها يعني، احسدك واحسد هيبة. لكن ناجي عبر فيلمك، مش عبر اللي انا اعرفه، ما اعرفوش، اعرف كفنان يعني، بيقول انه ده نموذج للفنان بالالف واللام يعني. هو طول الوقت شايف ان الفن ده حياه، وطول الوقت بيتعلم، وطول الوقت بيعلم، ومفيش حاجه بتجبره على حاجه. بالنسبه لسؤال ناصر الذكي جدا حقيقه، وانا برضو كان شاغلني هذا الناجي اللي رفض التعامل مع كبار المخرجين خلينا نقول، فيوافق لناصر، فيوافق ليوسف سوري، اظن في اجابه في الفيلم بدون مباشره قالها ناجي. ربما يبقى لان يوسف ابن الثوره اللي سببت له هذا، او نتائجها سببت له هذا الاحباط، ربما مش عارف. فيمكن ده في، ودي ياكد على حكايه انه عايز يتعلم لحد اخر لحظه. مبروك يا يوسف قوي قوي، فرحان بفيلمك قوي، بتمنى لك كل خير. استاذ احمد، استاذ احمد كمان؟ بس يعني ماشي. حاجه حسينه. طبعا الفيلم عجبني جدا جدا يعني. فكرة ان جيل يوسف يروح لناجي شاكر دي فكرة برضو فيها استغراب، زي الاستغراب بتاع ناجي شاكر امام العروسة لما قال في الفيلم انا
فيها سحر مش فيها سحر مش بجد وقتها مش عارف ليه مش قادر افهمه مش زي برضه في التمثيل كده لما الممثل بيعمل الشخصيه برضه مش عارف هو بالظبط الموضوع رايح فين فالفيلم نجح قوي في فكره اثاره الاسئله دي الاسئله الغريبه دي الفيلم كله سألت حوالين انا ليه بعمل ده؟ ليه عايز ده؟ ليه رحت لده؟ يعني ودي تصورات اعتقد ان هو يوسف هو كمان نفسه كشخص مخرج يعني فانا في الاخر حبيت الفيلم جدا والفيلم فيه مجهود جامد قوي وفيه تفاصيل كتيره قوي والمونتاج اللي معمول صعب قوي واخد وقت طويل جدا واضح يعني الصور اتعرضت اثناء الكلام قد ايه جميله وعلاقتها بالكلام بتاع ناجي في كده يعني توازن كبير بين الصوره اللي بيشوفها حاجات وثائقيه او حاجات لناجي او لغيره وبين الكلام اللي بيتقال عجبني قوي ده قوي من اختيارات المزيكا كمان جميله قوي فهو فيلم يعني صحيح وثائقي تسجيلي بس في نفس الوقت كده يعني في دراما ناجي شاكر واستغراباته الكتيرة اللي هي في الآخر جوه يوسف شكرا يوسف وفيلم جميل أول أول حد أخير عرفنا من نفسك ماشي أنا ما شفتش الفيلم هشوفه لما يتعرض تاني هو الفيلم الوحيد معروض مرة كمان بس أنا في فيلم ليا معروض فهسألك السؤال ده عشان أنت اشتغلت في فترة عصيبة جدا في مجال عصيب جدا اللي هو المصري اليوم وكده في وقت يعني الله يكون في عونك كفيلم دايركتور دلوقتي وتبص على الوقت اللي بتتعمل فيه تقارير صحفيه فادك في ايه وضرك في ايه؟ انا احب بيرسونلي اعرف هو كان بيصور بتاع القناع بتاع الغاز ده لا احنا هو العين يعني هو الشغلي في المصري اليوم كان جوه الاحداث ما كنتش بس بتعلم منه ازاي منتج وان انا ازاي اوصل التقارير دي سواء اصور او منتجها للناس او اللي حاصل يوصل للناس بس هو كان يعني مساعدني انه اقدر اكون فكره عن ايه هو الفيلم التسجيلي بالنسبه لي يعني انت بتشوف تقارير صغيره هي اللي بتوصلك لمفهومك عن الفيلم التسجيلي انت عايز فيلمك التسجيلي الاول يبقى عامل ازاي انه الحاجات التقارير انت بتحاول توصل معلومه ببساطه وتبقى فيها حاجه حقيقيه ده طبعا ساعدني في ان انا اعمل الفيلم ده لانه كان بالنسبه لي كمان خلاني اقرب شويه لفكره الاسلوب بتاعي الحاجات بحب الحاجات تبقى بسيطه ما فيهاش وتبقى بحاول اوصلها للناس باكتر طريقه ممكنه عشان الناس تبقى حاسه وشايفه وجهه النظر اللي فيها بالنسبه لل ضريني في ايه هو ضريني في فكرة انه خلاني عايز اكتر اعبر عن نفسي يعني او انه الاوضاع السياسية دي كانت مخلياني كمان لما هاجي اعمل فيلم كنت سخنان اكتر يعني بس يعني انا ما كنتش بحاول ان انا يعني اقحم حاجه جوه الفيلم بس لما لقيت ان ناجي شاكر كمان ف كان لازم اتكلم عن الموضوع اتفضل انا الفيلم عجبني جدا قوي وحساس قوي ورائع يعني فعلا بس انا عندي لوم على اداره حسن العرض ده اتظلم لانه الاداره بتاعت او المسؤوله عن التفتيش ده او الجزء البانل في الويب سايت احنا مش عارفين الفيلم ده عن ناجي شاكر اللي ما يعرفش المعلومه دي بشكل شخصي مش موجوده في حته فده تاني ظلم كتير قوي للعرض ده فمش عارفه لو مفيش كلمه ناجي شاكر ولا هنا ولا في حته ثانيه ودي حاجه غريبه هو السيشن دي عشان يعني هي فولوينج الفيلم
الفيلم نفسه بس الفيلم نفسه مفيش كلمة نجي شاكر. دي حاجة غريبة جدا. هي اسم هو عشان هو اسم الفيلم. بس كان ضروري ضروري فلاشنج يبان انه ده فيلم نجي يعني دوكيومنتري عن نجي شاكر. هو له عرض تاني فممكن يا اسراء يعني تنوهه. مبصارة يعني. غالبا لو امتى عرض السبت يوم السبت. ده مهم جدا. يعني انا افتكرت حاجه، كان في الدكتور ناجي متقدم لجائزه الدوله التقديريه، هو اسمه ناجي انطون شاكر او انطوان. فالوزير وقتها كان بيجي يقرا على ساعه التصويت يقول ناجي انطون، ما حدش يرفع ايده. فانا بقيت شخصيا مستغرب جدا. يعني انا كنت عضو في التصويت ده وما حدش يعني ببص للناس ازاي يا جماعه. فعرفت ان فكره انطون دي هي مشكله. فالحقيقة مشيت رحت للوزير قلت له حضرتك بتقول ناجي انطون، هو ناجي شاكر ارجوك يعني. قال لي صح، برافو انك نبهتني وكده، لان انا قدامي ناجي انطون. قلت له لا ده الاسم التاني بس هنقول اسمه. فقال فعلا ناجي شاكر، ولما قال ناجي شاكر بدات طوفان القاعه كلها بتقول صوتها. فانا اتمنى يعني من اسراء ان استدرك الملاحظه دي في العرض الثاني ان شاء الله. وبشكركم جدا جدا، وبشكر يوسف ناصر على الفيلم، وبشكر هبه على الطلعه.